النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حلف الناتو يحذر واشنطن من الانسحاب من العراق، وبرزاني يؤكد تسجيل زيادة سريعة بالإصابات بفيروس كورونا، وعيون كباسة المائية متنفس الحياة الوحيد بانتظار التفاتة حكومية لها. ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد حاجة بلاده لتجديد حياتها الدينية والسياسية حتى تعيش بسلامة. ورد أثيوبي على تصريحات ترامب بانتهاك اتفاق أعده لحل النزاع بشأن سد النهضة. ودبي تطلق أكبر نافورة في العالم حسب موسوعة جينيس.